هذه رسالة هادئة أرسلها والله من قلب محب. والله إن قلبي يتقطع لما أقرأ في تويتر أو في غيره كلاما في التكفير من شباب في عمر أبنائي، أتقطع وأعلم حماسه. لكن من الذي احتال عليك يا ولدي؟ يا ولدي، لا أشك في حرصك على نصرة الأمة والتألم إلى آلامها، لا أتهم إخلاصك ولا صحة نيتك. والله لست ضد الجهاد في سبيل الله، وأعوذ بالله أن أكون كذلك، فالجهاد ذروة سنام الإسلام وهو عز الأمة. والله والله ما رأيت مجاهدا إلا وتمنيت أن أقبل رأسه ويده، وعلمت أنه خير مني. لكن احذر يا ولدي من أقوام يستغلون حماسك لأمتك فيستعملونك لتحقيق مآرب قد تخفى عليك. احذر من تكفير المسلمين، من المسارعة بالحكم بالردة، استباحة الدماء والأموال. أي مؤمن يرضى أن يربط مجاهد أمامه فيذبح وهو يردد لا إله إلا الله بحجة أنه ارتد عن دين الله؟ أي مؤمن يرضى أن يهجم على كتيبة ترابط في سبيل الله فيقتل ويستبيح وفيهم الساجد وتالي القرآن والباكي وهو يقتلهم بحجة أنهم مرتدون عن الدين؟ أي مؤمن يرضى أن يهجم على رجل متصدق مصل صائم فيقتله بحجة أنه مرتد لأنه اشتغل شرطيا أو مفتيا لحاكم أو حذر من التكفير، وربما كان هذا العسكري المقتول أقرب إلى الله تعالى من هذا القاتل؟ أي مؤمن يجرؤ على الحكم بخروج الناس عن الدين ثم يرتب الأحكام بعد ذلك؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما عابد مجتهد والآخر عاصي، فكان هذا العابد يمر بالعاصي يقول له: اتق الله، فيقول له ذلك العاصي: دعني وربي، يعني لا شأن لك، دعني وربي. فيقول له: أقصر، فيقول: دعني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال هذا العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. حكم عليه بالردة باختصار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حكم عليه أنك مرتد. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين هناك في السماء، فقال الله لهذا المجتهد العابد: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ يعني أنت اللي تتحكم وتأمرني أدخل فلان الجنة أو أخرجه منها؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال الله للمذنب: اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. يا ولدي انتبه، لا تكتب تغريدة توبق دنياك وآخرتك. يراسلني بعضهم ويقول لي: يا مرتد اتق الله، يقول يا مرتد، يا كافر، يا منافق، يا أشققت عن قلبي ونظرت هل أنا مرتد أم مؤمن؟ يا ولدي أقسم بالله سيسألك الله عن هذه التغريدة. إذا كان هالرجل عابد ومتحمس ويقول لا يغفر الله لك فأدخل النار، فما بالك بغيره؟ يا ولدي أين جوابك لو سألك الله لما قتلت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. يقول: يا ربي هذا قتلني في الدنيا، اسأله ليش حتى يدنيه من العرش. رواه ابن ماجه. ما جوابك لو وقفت هذا الموقف أمام الله؟ يا ولدي لا تجاهد إلا على حق بين وتحت راية واضحة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن خرج تحت راية عمية
يعني راية غير واضحة. يقال اطلع في الجيش. قال طيب من سنقاتل؟ قالوا ما هو بشغلك. طيب سنقتلهم ليش؟ قالوا هذا ليس إليك، خلاص أنت الآن اطلع وقاتلهم. طيب يا جماعة وضحوا لي، أنا أقتل هذا الرجل لأجل ماذا؟ الدم، هذه الطلقة التي تذهب تقتل من؟ قالوا ليس شغلك، تحت راية غير واضحة. قال ليقاتل لعصبية أو يغضب لعصبية أو ينتصر لعصبية فقتل، فقتلته جاهلية. رواه ابن ماجه. يا ولدي يا قلبي لا تشغل بالك، العالم فلان قال كذا فهو كافر، هل حاكم رأيت صورته في كذا فهو مرتد، القائد فلان فعل كذا فهو كافر، هذا الفصيل فعلوا كذا فهم كفار، هل كتيبة فعلت كذا فهم كفار؟ لن يسألك الله عن هذا. إذا جلست فقرأ القرآن واطلب العلم، لا يسجل عليك في صحيفتك هذا الكلام المنتن. يا ولدي كون قلبك يحدثك أن فلان كافر وفلان مرتد أو ارتكب ما يخرجه عن الإسلام هذا أمر عارض، لكن لا يفضي بك ذلك لتطبيق أحكام الردة أو الكفر عليه. يا ولدي لا يغرنك طائفة تدعي الجهاد في سبيل الله فتقاتل الرافضة والنصيرية مرة ثم تقاتل أهل الإسلام 100 مرة لتقول لأتباعها ها نحن ننصر أهل السنة. لا تغتر واحفظ نفسك وجهادك.